اللي صارت في أيام الصغر، ولكن كانت أسمع في الموسيقى ولي طموح نكون عازف في على آلة البيانو بالذات. وجدت لما أتي اليوم لهذا المدرسة أتعلم وأقوم بمعزوفات، والحمد لله مشاركت في كثير من المشاركات، ومن أجل أثبت أن الإعاقة هي لا تقف أمام أي إبداعات أو جسمها، هي الإعاقة إعاقة الفكر وليس إعاقة الجسد أو أي إعاقة جسدية.